السلام عليكم، أهلا بكم. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين. رحم الله الصديق العزيز محمد أبو الغيط. زي ما قلت في مقدمة الحلقة، يعني هي خسارة لجيل كامل، لجيل ثورة يناير، بل خسارة لوطن الآن يلفظ أفضل من لديه من أبناء وكفاءات، حتى بات المشهد في مصر يتصدره الناس اللي انتوا شايفينهم، ويرحل عنه أمثال محمد أبو الغيط. ربنا يرحمه ويتقبله من الصالحين، ويربط على قلب زوجته، وينبت ابنه نباتا حسنا، يصبر والدته وعائلته وكل محبي. لكن الحياة هي دي الدنيا، في ناس بترحل والحياة بتمضي يعني. ومن المشاهد الحقيقة اللي كانت امبارح العالم كله بيتكلم عنها هو فوز المنتخب المغربي على اسبانيا في دور 16 في كأس العالم قطر 22، وصعود المغرب لأول مرة في التاريخ كأول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى الدور الثمانية. وإن شاء الله نتمنى أن المغرب تفوز على البرتغال وتصعد للمربع الذهبي كأول فريق عربي وأفريقي يصل للأربعة الكبار في أهم وأكبر محفل كروي في العالم، وهو كأس العالم قطر 22. طيب، الناس اللي هتستغرب شوية الشكل أن احنا ليه مش واقفين على الشاشة وكده، بس باختصار احنا قدامنا يمكن اسبوع او اكتر شوية، يمكن اسبوعين بننتقل يعني لاستوديو اخر او استوديوهات اخرى، فهنكون موجودين معاكم بهذا الشكل على مدار الاسابيع. يعني حبينا نفضل موجودين معاكم كل يوم، ما نغيبش عنكم، حتى لو هنطلع بس تحسوا ان انا قاعد معاكم في الصالة. انا عارف ان انا قريب منكم قوي، فمعلش استحملونا الاسبوعين دول لحد ما ان شاء الله ننتقل للاستوديو على خير يعني في اقرب وقت، ويكون صورة افضل وشكل احسن يليق بحضراتكم ويليق بشاشة مكملين. لكن نرجع للمنتخب المغربي الحقيقة اللي كان امبارح العالم كله بيتكلم على الانتصار الكبير على إسبانيا بركلات الترجيح، وكان الحقيقة في بعض المشاهد اللافتة كده في انتصار المغرب، وتحديدا نتكلم على أربع مشاهد. المشهد الأول هو المستوى الفني، يعني احنا بنتكلم على حارس مرمى عالمي بمواصفات عالمية. لما بتتكلم على افضل الحراس تقدر تتكلم بعد كاس العالم وتقول ان بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ممكن يصنف من افضل 5 او افضل 10 حراس على مستوى العالم، وانا اتوقع لهذا الحارس الانتقال لنادي اخر بعد كاس العالم، ويمكن يكون في خلال سنة او سنتين هو الحارس الافضل على مستوى العالم. هي مستوى رهيب بيقدمه حارس مرمى المنتخب المغربي وعدد اخر من اللاعبين، يعني سفيان المرابط في خط النص وبعض اللاعبين الآخرين طبعا زي ياشو حكيم احنا عارفين يعني، لكن في عدد كبير من المفاجآت في مستوى لاعبي المنتخب المغربي. ففي حاجة متعلقة بالجانب الفني، المغرب بتبهر العالم بمستوى فني كبير جدا. النقطة الأخرى، ويمكن أحد الصحفيين الأصدقاء من المغرب كان بيتكلم معايا فيها بعد ماتش بلجيكا تحديدا، وهي مشاهد السجود، مشاهد الهرولة ناحية الأم ناحية الأب في المدرجات، والمشاهد اللي شفناها كلها، وأيضا رفع علم فلسطين بشكل متكرر في المدرجات، اللعيبة على الأرض، مشاهد سجود اللعيبة نفسهم بعد المباريات. فكان بيكلمني الصديق ده بيقول لي أنه ده حاجة جديدة علينا في المغرب، يعني في روح مختلفة المرة دي في هذه النسخة من المنتخب المغربي. خلينا نشوف كده من قطاع غزة، أهالي فلسطين في قطاع غزة احتفلوا زي امبارح بفوز المنتخب المغربي. جماهير المغرب الحقيقة كانت سباقة حتى بالحديث عن فلسطين، وكان ليها هتاف شهير خلونا نسمعه مع بعض. (تصفيق)
الفكرة هنا انه موضوع فلسطين كان انا قلت لكم من اول يوم الحقيقة في المونديال، وقصة المراسلين بتوع القنوات الإسرائيلية والصحف والتعامل معهم من الشعوب العربية والجماهير المشاركة في حالة إجماع أنه في رفض للتطبيع. لو الإمارات طبعت، لو في اتفاق أبراهام أو غير أبراهام، الناس رفض القصة دي، الناس رفض الشكل ده. وده اللي عبر عنه أحد المراسلين والصحفيين الإسرائيليين اللي قال أنا بات عندي اعتقاد تام أنه مفيش أمل في أن احنا نعمل علاقات قوية مع الشعوب العربية.